طبعا اللي شايفينه قدامكم ده اكبر غلط. هقول لكم ايه الصح النهاردة، ازاي ترفع حصان بطريقة صحيحة، وكمان ايه حكاية الجهاز اللي لسه نازل في سوق الخيل في العالم كله وهيعمل طفرة غير عادية في حياة الخيل. خلينا مع الحصان ده زي ما انت شايفين، الاحبال ضغط على صدره وضغط على الاعضاء الداخلية وممكن تسبب خطورة شديدة على حياته. رفع الخيل كان بيستخدم على مدار العصور، ودي كانت اول رفعة للخيول. الخيل بتترفع لما يجي لها امراض زي الحمرة وزي الامراض العصبية وبعض الامراض الفيروسية، وطبعا اهم حاجة الكسور وكمان النقل. زمان كانوا بيرفعوها عشان يحطوها على السفن من الارض او من المركب، وبعد كده تطورت الرفعات بشكل كبير، وكان دايما التحدي ازاي نقدر نرفع الحصان من غير ما نأذي الاعضاء الداخلية بتاعته، ازاي نقدر نعمل التوازن ده. هنا الحصان ده واقع على الارض ومش قادر يقوم، وجم اصحابه عاوزين يقوموه واخترعوا حاجة زي ما انت شايفين بالمنظر ده، اختراع بدائي عاملينه عشان بس يقدروا يسندوا الحصان ويقف. الرفعات نوعين، رفعة دايمة ورفعة مؤقتة، ودي رفعة مؤقتة فقط عشان يعدلوا الحصان، لكن ما يقدروش يستخدموها على طول ويقدروا يرفعوا بيها الحصان على طول. زي ما انت شايفين سندوا الحصان وترفع والحمد لله قام، ودي زي اللي انا بستخدمها شخصيا مع حالات الانقاذ عشان يقوموا، مجرد حتة قماش عريضة ومربوط بيها سلاسل نحطها تحت بطن الحصان وصدره ونبتدي نرفعه من فوق، وعادة بتجيب نتيجة وبتأدي الغرض. لكن لو هنتكلم على الرفعات الدايمة اللي هنستخدمها في حالات الكسور او الامراض العصبية او الخيل اللي مش قادرة تقف، فالموضوع مختلف. ساعتها لازم نعمل توازن كامل في جسم الحصان، ولازم حبال تلف حوالين كل حتة في جسم الحصان، وكان تحدي كبير جدا، خصوصا ان بعض الخيل بتميل لقدام وبعض الخيل بتميل لورا، فالموضوع صعب الى اقصى درجة. ومن هنا بدأ الابداع، واخر الحلقة هوريكو اعظم جهاز اتعمل لرفع الخيل. بس قبل ما نكمل موضوع رفع الخيل وخطورته واهميته، تعالوا نروح على اعظم اكتشاف اتعمل. الجهاز اللي انتوا شايفينه ده هيعمل طفرة في حياة الخيل باذن الله. هو جهاز اوروبي عمل طفرة في حياة البشر، بيقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات عن طريق الاشعة الفوق بنفسجية، بيعمل تعقيم كامل في كل المنطقة اللي هو بيغطيها من غير استخدام اي مواد كيميائية. بنفقد خيل كتير بسبب الامراض البكتيرية والفيروسية، وكمان الفطريات عاملة لنا مشاكل وبتصرف مصاريف غير عادية لانها سريعة الانتشار من حصان لحصان، وكمان الامهار حديثة الولادة بيجي لها امراض بكتيرية وفيروسية وطبعا اسهالات، وكتير جدا بيكون خطر على حياتها وللأسف بتروح مننا. كمان العدوى اللي بتحصل أثناء نقل الخيل والجروح والأمراض التنفسية، كل ده وداعا. على مدار 3 سنين استخدموا الجهاز ده مع البشر وعمل نتائج غير عادية في المستشفيات وفي العيادات وكمان في البيوت، وبعدين قرروا يعملوا فيرجن مخصوص للخيل. وتعالى أوريك نموذج للي الجهاز ده بيقدر يعمله. اللي فوق ده تحت تأثير الجهاز، واللي تحت بدون استخدام الجهاز. مع مرور الايام العفن والبكتيريا بدأت تنتشر في العينات اللي تحت، واللي فوق لم تتأثر اطلاقا. بص وركز في اللي بيحصل، شايفين النقط البيضة اللي بتوسع وتوسع؟ كل التلوث ده حصل في اللي تحت، ولكن فوق لم تتأثر اطلاقا. وتعال نشوف النمو البكتيري تحت تأثير الجهاز وبدون استخدام الجهاز. اليوم الاول، التاني، التالت، الرابع، طبعا بدون استخدام الجهاز حصل نمو بكتيري غير عادي، وفي الناحية التانية ولا حاجة. وبالفعل بدأ تركيبه في اسطبلات كبيرة في ألمانيا وفي الدنمارك وفي دول أوروبية كتير، والحمد لله بقى متوفر في الوطن العربي. وعلى طول تواصلت مع الشركة وطلبت عدد من الأجهزة للاسطبلات بتاعتنا في مصر. أي جديد هنعرفه يخدم صحة الخيل هنبلغكم بيه أول بأول. وتعالوا نرجع لرفع الخيل. زي ما انتوا شايفين الرفعات تطورت جدا، ولكن التطور الحقيقي هتشوفوه معانا في الاختراع المذهل اللي طوروه وقاعدين يشتغلوا على تطويره اكتر واكتر، رفعة الكترونية بالكامل. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ هقولك، الرفعة دي مش زي اي رفعة. هتقولي ليه؟ هقولك اصبر وانت تعرف. النموذج ده بالكامل متوصل بجهاز كمبيوتر فيه سنسورز، اول ما الحصان يميل لقدام بيبتدي يظبط السنسورز دي ان هو يرفع الحصان من قدام اكتر، ولو مال لورا يبتدي يظبطه برضو ان هو يعدله، فبالتالي ما يعملش اي ضغط على اي جزء من اجزاء الحصان. حاجة اختراع مذهل وغير عادي، وطبعا لسه شغالين على تحسينه اكتر فاكتر. رفع الخيل مهم جدا،
وبيمثل لنا أكبر تحدي، لأن الكسور في الخيل الحصان لما بيضغط عليها بيبوظها، وطبعا عارفين مفيش حصان بيقدر يقف على 3 رجلين. ده ناهيك عن بعض الأمراض زي الويست نايل فيفر وزي الهيربس، الحصان بيحتاج إن هو يترفع بشكل دائم لغاية ما أعصابه تشد تاني ويستجيب للعلاج ويبقى عنده فرص للنجاة. وكمان حالات الضعف العام وحالات الحمرة والكتير والكتير، جهاز زي ده هينقذ آلاف الخيول. وطبعا عايز أقول لكم في بعض الخيل لا تستجيب للرفع تماما، بيحصل لها حالة من الهلع الشديد والذعر، وقد تصل إن هي تموت من الحالة دي. عشان كده الرفع كل ما كان بطريقة آمنة واحترافية أكتر بيمثل أقل ضرر نفسي على الحصان وأقل كمان أذى له. الحصان كائن شديد التعقيد، وطب الخيول هو تحدي كبير جدا من أصعب أنواع الطب، بتتعامل مع كائن شديد القوة وفي نفس الوقت شديد الحساسية. لو حلقتنا كانت مفيدة ليك انشرها عشان غيرك يستفيد. أشوفكم على ألف خير.